السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يعطيكم صحة جيدة وكانا مزيانة ان شاء الله. المهم اليوم اخوتي كيف ما كتشوفوا الجو عندنا مشمش هنايا في طنجة. طلعت الكليبات اللي كيكونوا عندي في الحانوت ما كيشوفوش الشمس بزاف مع هاد الايامات، كانت تاع الدعوه الشتا تبارك الله اللهم بارك. دابا طلعتهم اليوم الحد يقيلوا هنايا في السطح باش يتشمشوا ويلعبوا، ويا هذيك مشيت لهم ولعبت معاهم ونزولوا شي شويه بالقلب. المهم خليكم معنا ونلعبوا مع الكليبات شي شويه. ايه ايه نعرفكم على المجموعه اللي كاينه. كاين هنايا الدكار ديال اللي كنت قلت لكم دوك ارجنتين مع ستاف امريكان، عندنا اليوكشير روكي الشيطان اجي ها هو داز لك، عندنا الانثى الموتشو، عندنا هاد غزال هاد الفو بوغوس، هو البوغوس عندنا هنايا من مور روكي. عندنا واحد اللوين ثاني ديال الكوردي صغيرة هانتوما كيف ما كتشوفوها، هادي اللوين ثاني ديال بيرجي يا سامزيونا. اوبا ملي لهم الى اللقاء، مرحبا يا اصدقاء. كنبغي نوجه تحية خاصة لواحد السيد كاسوباراتا الياس كيبيع داكشي ديال الاوتوماتيك التلافاز والنبيرات والصبانات وهادي، على اسمه الياس، واحد السيد من اطيب خلق الله، كنوجه له تحية خاصة من هنا، كنشكره على المعاملة اللي كيتعامل معايا ملي كنكون تما عندهم، شكرا بزاف. روكي عندنا هنايا، كاملين كيلعبوا، كاملين خصهم يلعبوا. عندنا كلاب كانيش، هذا ما عزيزش عليه الزحام، ما كيبغيش الكلاب يقربوا له، اللي كيقرب له شي واحد كيدور فيه عش. يا العفريت يا لونا، هذه كان عضها لي واحد الكلب من وجهها، انا باقي تندير ليها الدواء مزيانه كنت نجيبها الكميشة ضروري. اش امشي امشي، راه الكلب هذا راه ماشي بانطوفه. حلاوه هذه، يلاه جات بقى ما ولفات. اش هادي يلاه جات بقى ما ولفاتش، داكشي علاش غير جالسه ما تتلعبش. شوف 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 تحط اجري اش، هذا ما بغاش يجلس دونك غادي نربط هو الباش نو. هذا ما كيحملش الكلاب الاخرين يقيصوه، داكشي علاش حبيبي بحال هكا الا قاصو شي كلب كيدور فيه. المهم نحاولوا نلعبوا هاد الصغار. ما تخافش هذا متعلق بيا بزاف هاد الكليب، هذا كيف ما لاحظتوه راه ما كيتفارقش معايا كاع بزاف. اش كان؟ خصو يرضع فيا كاع. اش قطيعو تحية البيلا وبيلا وبيلا وبيلا، هذا قتل ينقص. اجي لا اجي على عيلة على عيلة، اجي لقيتوني مطلع شي شوية ديال السقاطة على حساب هاد المتواد الموتشو، عندي معاها مشكل من كتكون بعيدة عليا، واخا كنعيط لها ما كتبغيش تجي، دونك دابا مطلع في جيبي معمرو بالسقاطة. شوف هاد المسقوطة سقطت عليه الحوايج، معمر السقاطة، كنعيط لها كتجي لعندي كنعطيها شي شوية، دابا ولات إلا لاحظتو نخليها تتبعد، غير غادي نعيط لها غادي تجي. أجنن أش العيلة، عجبهم الحال، عجبتهم الشميشة. أش
يلا بديت مع الحصه الاولى هي دابا ما غاديش نحكر عليها مزيان المهم نخليها تلعب ونخليها هذيك باش ما نحكرش عليها قلت لها عندو قول له عطيك ديك السطه ديال الماء قول له قالك عزيز عطيه السطه ديال الماء دابا مع هاد الشميشه ضروري خصهم يشربوا دونك غادي نطلع لهم السطه ديال الماء وغادي نخليهم هنايا في الطاقه يلعبوا ويلقصوا ويتشمشوا الحلاوه نحاول نجيب كاميرا ونقربهم لكم هاش شي دابا هي وليت كنعيط رجعت كتجي لعندي هذه الحصه الاولانيه بغيت نصور لكم هذه البياسه شويطه البوكس هادي باقي ما مولفاش معايا باقي ما كتجيش لعندي معايا الله جات البارح بالليل جاو جوج النتيوات تبعت وحده بقات وحده شو هذا تبارك الله ما كيبعدش مني كاع ها روكي هذا مربوط بحيث ما كيبغيش هو الكلاب الاخرين هذا البوغوس كي غير شوف واحد فيه لاصق ليه شوف كيتفكش معاه هذا ها هو بوغوس هي ليو ايه عندك الزهر ما جيتيش في السخانه كوع ما تلك شي تقريعه ايوه الجو بارد شوف هذا حلاوه واش واش شوف هذيك كيفاش جالسه تما ملعقله زلاله خليها زمتم هيا هذا هادي تما شلونا دابا كيفاش ما كتفارقش مع العائله كيفاش ما كتفارقش معايا هاش هاك مشات المهم خليوها معايا شويه بشويه كومي مراه اليوم راه كتبقى لاصقاني الناس اللي متبعاني راه كتعرف الطبيعه ديالها هاش نعطيهم يشربوا و يلا نزل لهم تما يشربوا اش نو نو
صافي بارك الله شيخ ليش ما فيهاش ولا عطاش بزاف شو هذا العسكري هذا داير بلاصتو زعما صحة صحة انا غادي هذا تبارك الله كيفاش عمر الكرش ديالو الهاسكي كي يعوم هو في الماء ماشي كي يشرب كاملين يشربوا أبارك عليكم سخوت غادي يطرطق اللهم بارك هذا الدوق بالصطاف عجبهم الحال اللي يطلعوا لهنايا بس زوينه تسطح فيه النص مضلل والنص مشمش يعني حتى اللي قهراتو الشميشه يمشي عنده فين يتضلل هاي صافي شكون عمر الكريشه ديالي هذاك البيرجيه ما كتلحقش والطاسه عندها ما بغاتش تشرب منها ساز مشي سطل بالنسبة للدراري اللي عندهم كلاب في السطح أهم حاجة بالنسبة للماء الماء ضروري دائما نزلو في البلاصة مظللة ما تنزلوش في الشمس حيت إلا نزلتي في الشمس غادي تضرب فيه الشمس ما كيبقاش مزيان وكيسخن يقدر يضرب الكلب خصوصا إلا كان الكلب صغير شوف هذا هيك يعرف هيك يعرف صغير يعرف صغير يعرف المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم كنبغي نوجه لكم تحيه كاملين وشكر خاص للناس اللي كيتابعوني والناس اللي كيدعموني في القناه واللي كيبارطاجيو معايا اللي عند القناه باش يتعاونوا معايا كنشكركم بزاف بزاف وان شاء الله رحنا غاديين ورحنا طالعين ما بقى لنا والو ونوصل لديك
100K انا ان شاء الله غادي نخدم عليها وبالمسانده ديالكم والعوين ديالكم نتوما باش غادي نوصلوا لها ان شاء الله في اقرب وقت. المهم كنوجه لكم تحيه خاصه لكم كاملين اللي كيتابعوني مغاربه اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن والجاليه المغربيه ديالنا، وما ننساش خواتنا الجزائريين اللي كيتابعني واحد العدد هائل منهم، كنوجه لهم تحيه خاصه وكنشكرهم كاملين. المهم اخوتي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، الى اللقاء.